بس اسمعوا النهاية بقى يا جماعة. المركب دي هتفضل زي ما هي، ولا هنخرمها ونعملها مكثف، ولا نلحمها ونعملها ناموسية. المركب دي آخر أمل لينا لو حد ما جاش ينقذنا. احنا بقى دلوقتي المفروض ندور على أي حاجة تنفع تتعمل مكثف. مع احترام لذكائكم كلكم، يعني هنلاقي المكيف دون فين هنا في الجزيرة؟ مكيف ايه؟ مكثف يا شطرة، مكثف. بصوا يا جماعة، احنا هنتجه ناحية الغابة وهندور على أي حاجة تنفع تبقى مكثف. لا عربي حدد لو سمحت، أي حاجة زي ايه؟ يا اخويا اي حاجه، يعني بستلي، كزرولي، ان شاء الله حتى كولدير ميه. كولدير ميه؟ ايه يعني احنا لو رحنا لقينا كولدير ميه نشرب منه نجيبه لسعاره بيخرمه لنا ويعمله مكثف؟ انت مستخسر فيا كولدير؟ لا انا الصراحه مستخسر فيك الجوهره اللي معاك دي حبيبه قلبي. وبعدين ما خلاص يا استاذ، ما قلنا خلاص، ان شاء الله انا هتصرف هلاقي اي حاجه من خير الطبيعه. انا مش مقتنع بكلام الراجل ده خالص. استاذ ايمن لو سمحت، مش علشان شكله عبيط تحجر على ارائه، الرأي هنا للأجمعية يا جماعة. صح، بلسم باشا بيتكلم صح، وحتى لو مش صح بس ده صوت العقل. المركب هي الأمل الوحيد اللي فضل لنا. بلسم باشا، المركب هتفضل، استحالة تتخرم. فرج، أنا كنت متأكد يا فرج إن معدنك الأصيل هيطغى على معدنك القذر. عيط يا فرج، طهر نفسك من الالام. طب كفايه سهوك يا اخوان، انت وهو يلا بينا يا جماعه نلحق ندور ونستغل الطاقه اللي فينا دي. يلا يا فرج يلا. معلش يا استاذ يا عالم، انا عندي لك سؤال بس ركز قبل ما تجاوب. ازاي هنشغل المكيف من غير كمبروسر؟ يا استاذ انا بكلمك. بقول لك ايه يا انجا، انا هقوم كده يا اخويا اشوف حته رايح فيها. الله، انا فرهدت قوي من كتر الحر. تعالي معايا يا حبيبتي، انا حجزت في الكوفي شوب هنا 2 اكسبريسو سبيسيال، اتفضلي معايا. كل الكلام اللي حصل ده كله ولا ياكل معايا. لو مش عاجبك الكلام ده نجيب لك حاجه تانية تاكلها. لا انا نفسي اتخدت، مش جعان. انا قصدي على موضوع المركب ده اللي نسيبها وما نخلعش بيها. ليه؟ مش انت كنت موافق في الاول؟ لا مش انا، ده هو. هو مين؟ انا فاهم، سيبك منه، ما تعملش عقلك بعقله، ده عبيط. خليك معايا انا، احنا عايزين نفهم بالظبط انت راي سيادتك ايه بالظبط في الموضوع ده. انا هاخد المركب دي واهرب بيها، معايا ولا لا؟ نهرب؟ نهرب ازاي؟ ولا حاجة، هنهرب كده اهو. ده خطر، افرض قفشونا واحنا بنهرب. اه صحيح، خلاص نهرب كده اهو. يا استاذ فرج، يا فرج باشا، احنا مش بنسألك هنهرب منين، بنسألك هنهرب ازاي. انت بتزعقلي يا جدع، انت تتخلى عليا. لا لا محاشا، لا اقطع لساني، مش قصدي، ده سوء تعبير مش اكتر. هو قصده بس ان احنا نفهم الخطة عشان نهرب بس. عشان خاطرك انت بس يا قطه هقول له على الخطه. الخطه هقولها لكم النهارده بالليل بعد ما الكل ينام، نتجمع هنا. ايوه يا فرج باشا، بس اللي علينا بطشيه بالليل ممكن يشوفنا وانت ما تعديش عليك. دي مراوه عليك، انت طلعت شيخ منصر. الا مين اللي علينا بطشيه النهارده؟ مين؟ قحروت. انا عارفه اسمه دحروج يا قطة. خلاص سيبوا موضوع دحروج ده علي أنا. شعري لا، شعري لا، لا إلا شعر. أنا بحبه كده هو، بحبه بأمله كده هو. استني استني يا امه، سابني عند الناس دول يا امه.
فين؟ راح فين وسايباني يا ابو؟ فين الرنجة يا سامي؟ طب تحرق طلي من الشباك ويقال لي يا نونو. قال لك يا نونو؟ هو في نونو نص طن؟ قال لي يا نونو والله. مساء الخير يا ملادينا. ملادينا؟ مساء النور يا سفارة. مالك يا جدع قلقان وخايف ليه كده؟ لا احنا سايبين اسد في الغفارة. لا احنا رجالة مش حريمي يا سفارة. انا قلت كده، انا عايزك تمسك نفسك كده وتشد. امال احنا سايبين ارواحنا في رقبتك ليه؟ انا الصراحة قلقان منك انت يا سفارة، عشان بتقلب في لحظة كده زي سميجل بتاع مملكة الخوات. كلام بالله. اه والله. راجل يقول كلام غير. لا ما تقلقش يا سيد، التاني بقى له فترة ما بيجيليش. والله؟ اه والله العظيم. لا طمنتنا سلويده تقيلة قوي يا سفرق والله. لا لا ما تقلقش ابدا، ما تقلقش. اصل انا كنت معدي كده قلت اهدي شوية، لقيتك قاعد لوحدك قلت اجي اونسك. الله يفيك الخير يا سفرق والله. اصل ارتحتلك قوي. لو شفت بقى التخفيل، هو ده التخفيل اللي انا بقول لك عليه. انت ما لاحظتش حاجة كده غريبة بتحصل؟ اه والله يا سفرج، الناموس هنا والنمل هاريني. لا لا لا، حاجة أكبر من الناموس والنمل. أكبر من الناموس والنمل؟ أولت امبارح مسكت بورس قد كده. لا لا لا، أكبر من البورس والكلام الفاضي ده كله. أكبر من البورس؟ لا مفيش. طب أقول له ولا ما أقولهوش؟ أقول له ولا ما أقولهوش؟ لا فضفض يا سفرج. أنا أصلي كنت قاعد مكانك بالظبط، وفجأة لقيت واحدة شكلها غريب ولابسة أبيض فغرب وجيالي من الحتة دية. تكونش شحات الغبي؟ لا شحات الغبي أنا عارفها، لونها أخضر وليها زعانف وبتنط في البحر على طول. أيوة صح، أمال إيه دي؟ أنا قلت يمكن واحدة كانت معانا على الطيارة، بس للأسف ما طلعتش واحدة كانت معانا على الطيارة. أمال طلعت إيه؟ أقول له ولا ما أقولوش؟ أقول له ولا ما أقولوش؟ أحب على راسك قول لي وكفاية جو التشويق دي. أصل أنا فجأة لقيتها بتنادي عليا وتقول لي يا فارق يا فارق. قالت لك يا فارق؟ لا ما قالتليش يا فارق، قالت لي يا فارق بالطول دوت. دحروق دحروق. ايه في؟ انت سامع اللي انا سامعه يا سفرق؟ لا مش سامع حاجه خالص. في واحده بتقول لي دحروق. لا اله الا الله، دحروق سبحانه. لا والله ما سمعت اي حاجه. بنفس الاكسون دي؟ لا يمكن انت انتقل في الاكسون على العشاء ولا حاجه. اه ممكن برضه. طب اكمل له ولا لا؟ اقول له تاني ولا لا؟ احب على رجلك كمل لي. أنا فجأة لقيتها بتقرب عليا سنة سنة. أيوه. حبة حبة. أيوه. هبة هبة. أيوه. وراحت قافشة في دماغي. يا مايا. وقعدت تقول لي تعالى معايا يا فرج. خلاص يا. تعالى معايا يا فرج. أيوه. انزل معايا المية. سلام الكلام. وليها مخالب طويلة. لا يا. وعظمها باين. لا يا. ولونها أخضر. لا 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 لا، مش عايز أسمع. أنا فجأة اتسمرت مكاني. خلاص بس، خلاص مش عايز. ما عرفتش اعمل. خلاص يا سفارك ابو سيد. ما عرفتش اعمل حاجه ابو سيدك، مش عايز. خلاص خلاص يا سفارك. خلاص يا سيدي، انا مش هكمل لك اكتر من كده عشان ما تترعبش. ايوه احسن بقى. بس انا الحمد لله خلصت ضميري قدام ربنا وقلت لك. الله يبارك. وطمنت عليك. ايوه يا ابو. سلام عليك. لا رايح فين؟ اتكل انا على الله. لا خليك معايا. لا لا لازم تبقى اسد في الغفارة. لا بخليك معايا. اوعى بقى العنكبوت دوت. يا سفارة خليك معايا. دحروق. يا سفارة. دحروق. يا ساتر استر يا رب. يا ساتر استر. دحروق. لا 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 لا، يا رب انا بخاف من الفيلم الرهينه. يطلع لي زرينج، يطلع لي زرينج يا رب. Ugh.
ده عروقه. الراجل الهايل ده ما ماتش بيتعش. ايه الرجاله الورقه دي؟ انا مش فاهم. خلاص خلاص ماشي خلاص خلاص خلاص. يابا يابا انت ايه اللي حطاه في وشك ده ابو دقيق؟ مضرب نانا دي. طب بس خلاص نانا المصلحة الوحيدة اللي طلعت بيها من نانا. ما علينا دلوقتي يا جماعة، بقى لازم نبتدي الشغل الجد. احنا لازم ندور على المركب، ما تنسوش انها لسه هتتنفخ. وبعدين احنا لازم نطلع بالمركب مع اول خيط. امسك. ايه ده؟ ده اول خيط من خيوط النهار. طب هات اشيله معايا بقى لا يقع معاك في عز الليل. خلي بالك عليه عشان خاطري. بقولكوا ايه؟ ايه؟ انا عارفة فين المركب. حلو قوي. فين بقى عروسة؟ عروسة؟ شفت؟ بص برستيجي واقف الارض في الجزيره دي، كل الناس بتهزا فيها. ما يتحرق برستيجي. بلاش اونكل دي، بلاش اونكل دي. استنى بس اشوف مشكلتي انا. قلقتيني باونكل دي يا حبيبتي، هتلزق فيا وانت بغاشي الكلام الملتوي بتاعك ده. انت مش شايف شغل النسوان؟ نسوان؟ بص يا اونكل بيقول عليا نسوان. انت يا حبيبتي ده مجنون ويقتلنا احنا الاثنين. ده عبيط. معلش عندنا دي امسحها. لا خليها عندنا. لا عندنا. معلش انت كل مره بتحاسب. انت خيرك مزغوطنا يا راجل، مش معقوله بقى. انا حسبت خلاص. ماشي خلاص. اسمعوا. اتفضل. عتاب لفت المركب وحطيتها في المكان اللي بننام فيه. حلو قوي. وما جبتهاش ليه ان شاء الله يا عروسه؟ ما هي تقيله مش هعرف اشيلها. تقيله؟ ادي شغل النسوان. قلت لك ادي شغل النسوان. بس يا جماعه بس بلاش. انا حليتها خلاص. انا مخطط خطه متخططه تخطيط ما حصلش، ومرستقها رستقه ما ترستقتش قبل كده. مكونه من اربع نقط. النقطه الاولى، اولا احنا هنروح عليهم دلوقتي هنلاقيهم نايمين في سابع نومه. في سابع ايه؟ نومه. هو فين ده؟ على اطراف الاصابع. شيل. استنى. دفشنا معانا. احنا في داهية. يلا بينا نجري. استنى ما تمشوش، دي حنان عاملة رنج. بص يا جماعة هي بتتكلم وهي نايمة عادي. عادي عادي عادي. يلا سيبوها تروح. كده دفشنا. يلا بينا نهرب. يا عم بتقول لك طلعت عبيطة، هي بتتكلم وهي نايمة. سيبوا البطروخ بتاعي، اوعى حد يمد ايده عليه. بطروخ ايه؟ بطروخ ايه؟ نايمة نايمة. يلا يلا بقى. انتوا بتعملوا ايه؟ سيبك منها دي نايمه. نايمه ايه دي مفجلي عليها ايه؟ انتوا مش سامعيني؟ بتعملوا ايه؟ يا بدي يمكن قاعده وهي نايمه. قاعده نايمه ايه؟ ايه يا اخويا؟ ايه يا اخويا بتعملوا ايه انت وهو هنا؟ هو اه صح. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ هو ايه اللي بنعمل ايه؟ ما انت بتعمل ايه هنا؟ اقولها بنعمل ايه؟ اقولها بنعمل ايه؟ انت هتعمل ايه؟ لا ابدا مفيش حاجه يا نسا عتاب. كل الحكايه ان بره في مطر وبرد وبرق ورعد، حاجة صعبة جدا. فعلا فعلا في رعد وبرق ومطر وبراكين وزلازل وزومبي. ده حتى كان في زومبي بيجري ورانا وجرينا استخبينا في الكوخ. يا ساتر يا رب، ربنا يستر. طب بس ينفع يعني اللي انت تخش علينا واحنا الستات لوحدنا نايمين كده هون؟ انت عندك حق، عداك العيب. اسفين جدا معلش، بس قلت لك يعني الجو برق ورعد يعني معلش. يا استاذ ايمن انت بتفهم في الاصول صح، يعني احنا اسره واحده واخوات وكل حاجه، بس برضك ده ما يديكوش الحق اللي انت تخش علينا واحنا نايمين ستات يعني لوحدين. ما خلاص يا ست، الراجل الكبير ذات نفسه بيقول لك احنا اسفين. ايه عايزاه يعني يذبح نفسه عشان تقول لي خلاص حاجه حصل جرى يا ست؟ انا مسامح يا فرج، انا مسامح. خلاص يا نسى عتاب خلاص، احنا هنودعك دلوقتي، واذا كان ضميرك يسمح لك وقلبك يطوعك احنا هنطلع بره نواجه مصيرنا مع القدر والطبيعه القاسيه اللي بره. يلا بينا. يلا بينا. استنى تعالوا معايا. قفشنا معانا. قفشنا. يلا بينا نجري. خدوا البتاع دي معاكم بره عشان تدفيكوا بس كده. ميرسي يا عتاب. ثانك يو يا عتاب. ميرسي على ايه يا شحروره انت؟ انت مالك؟ روح يلا اتكوعي ونامي في حضن هانم. اه روح اتكوعي ونامي في حضن هانم ونتكلم بعدين بعدين. يلا بينا يلا بينا. يلا بينا. استنى كده قفشنا معانا. فشنا والله نهرب. خدوا دولت معاكم والبسوهم عشان تدفوا صدركم بدل ما تستهوا. والله يا فرج، والله البنت دي لو كانت معانا ما كانتش عملت كده. سلام. هو في كده؟ لا لا لا. يلا بينا. استنى كده يبقى اتقفشنا يا معلم خلاص. ما الحرامي بشيلته. خدوا دي كمان معاكم يا صح، ملهاش لازمه بس عشان تبخطوا الشله كلها وترجعوها لي كلها. انتوا عارفين ان انا المسؤول.
طبعا دي امانه، متشكرين قوي يا عتاب. يلا بينا. العفو يا استاذ ايمن. على ايه يعني ما تشكرنيش؟ لا شكر على واجب. اعتبروني ان انا اختكم الروحيه. هو انا ما عنديش قلب؟ لا ما عندكيش مخ. انت بتتفرجي على ايه يا اختي؟ ساعديهم وشيلي معاهم. ماشي يلا. واطلعي وصليهم لحد بره وافرشي معاهم الحاجات كمان. ماشي حاضر. يلا بينا يلا. لا انت تيجي معانا. والله يا ريت يا استاذ فرج ان انا اجي معاكم، بس المشكله ان انا لو طلعت بره واستهويت مين هيراعي الجماعه وياخد باله منهم؟ لازم تيجي معانا. دماغك يا فرج. الطيبه دي استحاله الزباين. ما ينفعش يا فرج. يلا بينا. بقول لكم ايه، لما تطلعوا اسحبوا كده بالراحه وامشي على مهلكوا عشان بس ما تزعجوش الناس وما حدش يحس بيكم. يا سلام. فوق ابوي. تيجي مكاني. مكاني مش عايز اروح معاك. يلا فرج. شيل شيل شيل. يلا 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 بينا. طب ادعوا لي والنبي ساحة النطر. لا يا فرج لازم تيجي معانا. يلا مش هينفع زمان. ما تقطعش قلبي بقى. يلا بينا. ياه شيء جميل، شيء جميل اللي الواحد يسعد الناس قبل ما ينام.